اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلبي برشلونه. حلقه اليوم بعد فوز برشلونه على ريال سوسيداد اللي خلى فيه ضغط دائم ولا مصلحته على ريال مدريد بما تبقى من مباراه الدوري. طريقه الفوز عاديه، يعني الاداء ما كان مبهر، الاداء كان عادي، هجوميا كان اقل من المتوسط، دفاعيا كان ممتاز لانه سوسيداد ما صنع اي هجمه خطيره. بالنهايه هي 3 نقاط. شكل الاداء ما كان مستغرب، يعني كان متوقع لسبب واحد، انه برشلونة مع بايرن ميونخ ارهق عن جد. يعني ممكن ما ببالغ لما احكي انها اكثر مباراة تعب فيها لاعبين برشلونة من سنوات طويلة، جزء من 2008، يعني من قبل عصر جوارديولا. كانت معركة ل 75 دقيقة ذهنية وبدنية، فكان شيء طبيعي بعض اللاعبين اليوم يكونوا خارج مستواهم، مثل لويس سواريز، ليونيل ميسي، ما كانوا بمستواهم الطبيعي. وهذا اليوم تعلمنا اكثر مسألة الاعتماد على الثلاثي الهجومي. برشلونة غير بخط الوسط كثير، غير الثلاث، ما حسينا انه تغير شيء، ما حسينا انه في شيء تغير برشلونة هجوميا، لانه ما زال نفس الشكل، ما حسينا، يعني هو جدد دماء الوسط لكن ما جدد الاداء، لانه دائما في برشلونة الحالي الاعتماد على الثلث الهجومي، ومشكلة الاعتماد على الثلاثة في مشكلة واحدة، انه لو كان اللاعبين مش بيومهم بتبين المشاكل. رغم هيك برشلونة صنع فرص بالشوط الاول كانت كفيلة تخلص المباراة، ضاعت. ولولا الهدف اللي جاء لنيمار ممكن برشلونه عانى وخسر اللقاء اليوم، يعني خسروا كنقاط، يعني ممكن يتعادل، لانه بعد هدف نيمار ما كان في فرص، اخرت كثير الفرص، لانه سوسيداد اولا كان بحاله بدنيه افضل، بحاله ذهنيه افضل، وثالث شيء لعب بشيء جديد انه ضغط على ليونيل ميسي وسواريز انه ما توصلهم كره، مش انه بعد ما توصلهم الكره تضغطهم. احدى الفلسفات اللي بتنطرح الان بالكلام بالتحليلات لما نسمعها انه ثلاثي برشلونه اذا الكره معاه صعب توقفه، الحل الوحيد انك توقفه ما توصل الكره. واضح انه مويس لعب هذا الشيء، كان في ضغط كامل على ميسي، الواحد مراقبه مان تو مان كان يتناوبه عليه، لو راح على اليمين او على الشمال ممنوع الكره توصله، ونفس الشيء مع سواريز كان معزول سواء بين قلبين الدفاع او خط الوسط، انه ممنوع الكره توصله على رجله. فكان هذا الضغط خلانا نشوف انه ثلاثي هجومي عانى، اضافه لانه ثلاثي مرهق. الانتصار ما كان صعب بالمعنى كلمه صعب، لكن كان معقد بمعنى بدرو سجل هدف، هذا شيء كويس لمعنوياته، لانه الا برشلونه في اخر مباراه الثلاث الجاي اللي هي مسميها مباراه اللقب، مباراه اتلتيكو وبلباو ومباراه نهائي دوري الابطال في حال تاهل مع بايرن ميونخ وهو المتوقع، الا يحتاج المهاجم الاحتياطي في المباراه، يعني مش طبيعي تكون كل المباريات سهله وكسبانها دائما بسهوله. كويس هدف لبدرو معنويا. مستوى خط الوسط اليوم كان اقل من عادي، تشافي عم بعد اخر المباريات، شيء طبيعي جدا نشوفه. دانيال ألفيس تحسنه اخر فتره تحسن طبيعي جدا لاي لاعب بدور على عقد اخير سواء مع برشلونه او مع غيره. ألفيس عم بفاوض برشلونه على عقد لمده سنتين، عم برفض يوقع سنه لانه هو حاب عقد يكون اجره عالي ويختم فيه مسيرته، اذا بده يرجع البرازيل يعتزل موسم او موسمين، لكن هو حاب يكون اخر عقد عنده عقد ممتاز، عقد مغري. واضافه هذا اداؤه بيساعده في التفاوض مع برشلونه وبيساعده التفاوض مع الانديه الاخرى المهتمه فيه زي سان جيرمان ومانشستر سيتي. بارترا لعب وهذا كمان كويس عشان عدد مباريات، وعشان دائما لازم نتذكر انه الفريق الحالي اللي بنشوفه لبرشلونه هو الفريق اللي راح نشوفه الموسم المقبل، فكثير مهم برشلونه يكون عارف انه مين اللاعب اللي ممكن يفيده او مش ابدا مش ممكن يفيده، يعني لو لاعب ما ممكن يفيده خلص يبيعه، لانه على الشتاء هيقدر يشتري لاعبين. نوصل هون لنهايه هاي الحلقه، ما كان فيها تفاصيل كثير، ممكن حكينا نقطه بس انه كيف سوسيداد دافع هجوميا، سوسيداد ما كان له حضور، وبرشلونه بيحافظ على نظافه شباكه من جديد، ممكن اخر 7 أو 8 مباريات حافظ على 6 مباريات وهذا رقم مهم. الفريق متوازن، فريق ممتاز هجوميا، بيلعب بمهاراته زي ما سميناها بحلقه دوري الابطال انه فوضى خلاقه هجوميا، وفي الدفاع في تنظيم في تكتيك، هاي المدرسه التقليديه تاعت الكره الشامله، المدرسه التقليديه اللي اجى فيها كرويف وغوارديولا طبعا طورها مع برشلونه جابت النتائج، طبعا لما حاول يطبقها مع بايرن ميونخ تعرضت لانتقادات. نوصل هون لنهايه حلقه سير برشلونه، هي مختصره انه بدي اروح احضر مباراه ريال مدريد مبدئيا، ولانه فعلا هي ما فيش فيها تفاصيل كثير. والسلام عليكم ورحمه الله.